التهيؤ لرمضان، خطبة لشيخنا العلامة عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، كانت في التاريخ 25 من شهر شعبان لعام 39 و400 الهجرة، ألقيت في دار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله، وإليكم المادة المذكورة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، هذه الجمعة هي آخر جمعة من شعبان، وأنتم في انتظار شهر رمضان المبارك، أعز قادم عليكم، والله عز وجل يفضل من خلقه ما يشاء، يفضل من خلقه ما يشاء، ففضل أرضاً على أرض، وزماناً على زمان، وأناساً على أناس، والله يؤتي فضله من يشاء. ومن ذلك أن الله عز وجل فضل شهر رمضان على بقية الشهور بسبب إنزال القرآن فيه، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وفضل في رمضان ليلة القدر لنزول القرآن فيها، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. أيها المسلمون، إن الله عز وجل هيأ نفوس المسلمين للخير في هذا الشهر المبارك، وجعل في هذا الشهر من الخواص ما يجعل الناس أقرب إلى الله عز وجل، وأقرب إلى الخير، وأبعد عن الشر، وأبعد عن المعاصي. فاغتنموا
هذا الخير العظيم واغتنموا إقبال القلوب واغتنموا تصفيد الشياطين وفتح أبواب الجنان وإغلاق أبواب النيران. وإن ذلك لدليل على أن الله عز وجل ييسر للمسلم من فعل الطاعات ما لا ييسره في غيره، وييسر المسلم على ترك المعاصي، أو ييسر للمسلم ترك المعاصي ما لا ييسره في غير رمضان. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي رجاء أن تحصل لكم التقوى، بمعنى أن الصيام وما يحصل من الخير في رمضان سبب لتقوى الله جل وعلا. وبعد أن ذكر الله ما ذكر من الأحكام في رمضان قال: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فبدأ الآيات بالتقوى وختمها بالتقوى، والمراد بالتقوى فعل الطاعة وترك المعصية. يا معشر المسلمين، إن المعاصي قد أرهقت الناس وقد أتعبتهم، وما يحصل للناس من التعب والنصب إنما هو بسبب المعاصي. فإذا كنا نعيش في عقوبة معاصينا ثم نعصي الله جل وعلا فإننا نستجلب العقوبات المتكررة، وكل عقوبة تدفع أناسا إلى المعاصي. فترى كثيرا من الناس أجرأ إلى المعصية بعد ارتكاب معصية سابقة، مع أن المعصية الثانية قد تكون عقوبة على ارتكابه المعصية الأولى، بمعنى أن المسلم عندما يقع في المعاصي يبتلى بقسوة القلب، وقسوة القلب تجعله جريئا على معصية الله، والمعصية الثانية عقوبة على الأولى، وتجتمع المعاصي فتجرئه مرة بعد أخرى. ألا ترون يا معشر المسلمين كيف تجرأ الناس على إراقة الدماء، على قتل النفس المحرمة؟ كيف تجرأوا حتى أصبح ذلك سهلا هينا أمام أنظارهم، وسهلا عليهم أن يقعوا فيه؟ والله عز وجل يقول عن المؤمنين: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. هذا الذي يحصل، مؤمن يقتل مؤمنا لا يكون إلا خطأ، أما عمدا فلا يليق ولا يجوز ولا ينبغي. قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول الله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. هذا إرشاد للمسلم إذا ابتلي بقتل قريبه أنه لا يكون جريئا كجرأة القاتل الأول، فربما أصاب غير غريمه، وربما قتل من لا يستحق القتل، وربما آذى من لا يستحق الإيذاء، وربما اعتدى بعض الناس على الحرمات،
وحرق المنازل وهدم البيوت مع أن الغريم شخص واحد. فلهذا قال الله فلا يسرف في القتل. فعلى المسلمين أن يتعقلوا أمورهم وأن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وأن يعلموا أنهم مسؤولون أمام الله عز وجل عن كل قول وعن كل فعل. فلهذا معشر المسلمين النصيحة لنا جميعا أن نتهيأ لهذا الشهر المبارك بتقوى الله عز وجل ومراقبته وخشيته والاستعداد لذلك الشهر العظيم بالتوبة النصوح من جميع المعاصي، كما يقال التحلية، التخلية قبل التحلية، بمعنى أن قلوبنا إذا كانت وسخة بالمعاصي فلنصفيها بالتوبة ثم نحليها بالأعمال الصالحة، أشبه ما يكون بإناء وسخ تريد أن تضع فيه عسلا فأغسل الإناء غسلا جيدا ثم ضع فيه ما تشاء. فهكذا معشر المسلمين نستعد بالتوبة النصوح. قال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بيّن الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أن التوبة النصوح وأن التوبة الصادقة سبب للفلاح، سبب للفلاح. والمفلح هو الذي أدرك المطلوب وأمن من المرهوب. المفلحون هم المؤمنون كما قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون. فالله عز وجل يأمر المؤمنين أن يتوبوا بقوله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وبين الله عز وجل تلك التوبة فقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. توبوا إلى الله توبة نصوحا أي توبة صادقة، توبة صافية، توبة خالصة مستوفية الشروط. والتوبة المستوفية الشروط هي التي تسيطر على الأزمنة الثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل. أما الماضي فبالندم على ما فات، وأما الحاضر فبالإقلاع عن المعصية، وأما المستقبل فبالعزيمة على ألا يعود إلى المعصية مرة ثانية. ويزيد العلماء شرطا في التوبة الصادقة النصوح أنه إذا كانت المعصية متعلقة بحق شخص أن يتحلل منه، وإن كان فيها حقوق أرجع الحقوق إلى أهلها من نفس أو مال أو أرض أو غير ذلك. أيها المسلمون، إن شهر رمضان يعتبر مدرسة في تهذيب النفوس. إنك يمر عليك الشهر كله وأنت تعود نفسك على طاعة الله وترك المعصية. ألا ترى أنك تدع الطعام الذي تشتهيه وتدع الماء وأنت تشتهيه وتدع زوجتك وأنت تشتهيها، كل ذلك لأنك صائم؟ ألا ترون أن النفس تتعود على ترك ما نهاها الله عنه؟ فإذا تجرأت النفس على طلب المعصية عقلك الرشيد يأمرها أن هذا حرام لا يجوز فتستجيب لك، لأنك قد عودتها في شهر رمضان أنك إذا قلت لها هذا حرام تستجيب. ثم ترون يا معشر المسلمين أيليق بمن يترك الماء طاعة لله أن يشرب الخمر؟ أيليق بمن يترك اللحم والخبز وغيره مما أحل الله من الفواكه وغيرها أن يأكل الربا
أو أن يأكل من الرشوة أو أن يأكل من غش أو أن يأكل من مال مستجلب بيمين فاجرة أو غير ذلك مما حرم الله. إن الذي ترك المباح وتركه في النهار وهو حلال في الليل أولى به أن يترك ما هو محرم على طول العمر. ألا ترون كيف يهذب نفسه وكيف يعلم نفسه؟ أيها المسلمون، إنك ترى في رمضان الأطفال ذكورا وإناثا، وترى الناس جميعا مقبلين على الله، تراهم صائمين، فإن هذا يهذب النفس، وإن هذا يؤذب النفس، وإن هذا يعود النفس على تقوى الله والأدب مع الله جل وعلا، وهذا من أسباب التقوى. وكذلك معشر المسلمين، جاء في الحديث أنها تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين، وهذا تهيئة لك أن تتوب إلى الله وأن ترجع إلى الله. فمن لم يتب إلى الله والشيطان مصفد فإنه شيطان من شياطين الإنس يحتاج أن يصفده. نعم يا معشر المسلمين، فكم من أناس نابت نفوسهم الشريرة وناب جلساء السوء عن الشياطين الذين صفدوا، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري. قال هناك من يسأل، أو كما قال، إذا كانت الشياطين مصفدة فمن أين أتت المعاصي؟ قال إن التي تصفد هم المردة، وبقي صغار الشياطين وبقيت النفوس الأمارة بالسوء وجلساء السوء، فهؤلاء هم الذين يجرؤون على معصية الله. ولهذا ترى من الناس من يحيي ليله بمعصية الله وينام في نهاره، فترى ليله معصية ونهاره نوما، فلا يستفيد من رمضان، بل ربما كان رمضان جالبا له معاصي لم يفعلها على طوال العام. كم من الناس ربما يترك الصلاة في رمضان، كم من الناس من يجعل ليله للمسلسلات أو للقمار ولعب البطة والكيرم والضومنة إلى غير ذلك، فيضيع ليله ويجعل ليله في معصية من الكبائر، إما في مشاهدة المسلسلات المحرمة أو في القمار والعياذ بالله. فلهذا معشر المسلمين، ليهيئ كل مسلم نفسه للخير، أسأل الله أن يغفر لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، روى البخاري من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في ضمن حديث، قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. زاد الترمذي: ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. هذا الحديث يرشد الصائم إلى أن يكون حسن الأخلاق بعيدا عما يغضب الله. والمراد بالرفث
الجماع ومقدماته، فلا يرفث يعني لا يقع في الجماع. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا رسول الله احترقت. قال: ماذاك أو ما فعلت؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فأرجأه وأخره حتى نزل عليه الوحي، ثم قال: أين المحترق؟ أقره أنه محترق وأن المعصية كبيرة من الكبائر. قال: صم شهرين متتابعين. واعتذر بأنه لا يستطيع. قال: اعتق رقبة. أو بدأ بعتق الرقبة ثم قال: صم شهرين متتابعين، ثم أمره أن يطعم 60 مسكينا إلى آخر الحديث. أشاهد أنه يظهر لك أن عقوبة هذه المعصية أو أن كفارة هذه المعصية وهو الجماع في نهار رمضان يستوي مع كفارة قتل النفس المحرمة خطأ، فلا يظن الظالم أنه إذا وطئ امرأته في نهار رمضان أنه أتى أمرا يسيرا، بل قد ارتكب جرما كبيرا. والشيطان يحبب الزوجين في نهار رمضان وتقارب بعضهما من بعض ما لا يجدونه في ليل رمضان، وهذا من تلاعب الشيطان. فترى كثيرا من الناس يسألون عن المداعبة في رمضان والتقبيل وغير ذلك، مع أن زوجته كانت عنده قبل الفجر وستكون عنده بعد المغرب. فهذا يدلك على تلاعب الشيطان. فانأ بنفسك يا عبد الله واحذر على نفسك، فإن الأمر جلل والخطر عظيم. وبعض الناس يكون عرسه في رمضان ولا يقوم الأب والأم بالحرص على ابنهما، وربما شجعوه على أن عرسه مباح له فيه ما يشاء ما دام أنه شاب، ويظنون أنه مأذون له بالجماع في نهار رمضان. ألا فليعلم أن كفارة كل يوم صيام شهرين، فلو وطئ امرأته في عدة أيام فعليه بكل يوم صيام شهرين متتابعين. وربما حرصوا على ألا تصوم الفتاة في يوم عرسها حتى لا يظهر عليها نقص في جمالها، وأن تصل ظمآنة أو جائعة، فلا بد أن تصل ويظهر عليها الري والراحة فيفطرونها في نهار رمضان. فهذه جريمة والعياذ بالله. أيها المسلمون، لا بد أن نتأدب بالآداب الشرعية وأن نلتزم بأمر الله جل وعلا. فإما أن يترك الزواج في رمضان بالكلية، أو أن يتم الزواج ولكن مع الحرص ألا يقع الزوجان في المخالفة الشرعية. وبالمناسبة ونلفت النظر
إلى ما تجرأ الناس عليه من كثرة إطلاق الأعيرة النارية في الأزواج وإزعاج الناس، وربما حصل القتل خطأ سواء أمامه بأن يدور السلاح في يده أو بالراجع دون السماء. فكم يحصل في هذا، فكم يحصل في الأعراس من هذا القبيل من قتلى وجرحى. فيا أيها الناس، لتكون الأفراح أفراحا مؤدبة، أفراحا شرعية، قائمة على طاعة الله وعلى مرضات الله جل وعلا، أيها المسلمون، إن شهر رمضان فرض الله صيامه وسن قيامه، فاحرصوا على صلاة في ليالي رمضان وهي صلاة التراويح. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا يخفاك، ما في صحائف سيئاتنا من الذنوب والمعاصي والمخالفات القولية والفعلية والمطاعم والمشارب، كم من الأخطاء، كم من الذنوب، كم من المعاصي. فلعل الله عز وجل يجعل في صيام رمضان وقيامه كفارة لتلك الذنوب ومحوا لها، مع أن التوبة إذا قرنت بذلك كان أعظم في مغفرة الذنوب، لأن التوبة ومغفرة الذنوب لا يشترط فيها التلازم، بمعنى أنك قد تعمل أعمالا تكفر الذنوب أو أن تستغفر استغفارا عاما لا تستحضر ذنبا من ذنوبه فيغفر الله من سيئاتك ما يشاء. أما إذا ذكرت ذنبا من الذنوب واستحضرته فلا بد فيه من التوبة. نعم، لا بد فيه من التوبة، لأن هذا الذنب أنت مأمور بالتوبة منه، فالله عز وجل يغفر من ذنوبك بأعمالك الصالحة ما يشاء ويلزمك بالتوبة من جميع الذنوب. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فاحرصوا أيها المسلمين، أيها المسلمون، احرصوا على قيام رمضان على طوال الشهر. فكم من الناس من يشغل بأعمالهم في البيع والشراء ويصبحون محرومين من هذه العبادة العظيمة، ومن الناس من يكون عنده أشغال ولكنه يجد فراغا في جزء من الليل. فصل صلاة التراويح ولو كنت بانفراده، كأن يتفرغ الإنسان من بعد منتصف الليل أو قبل الفجر بساعة، فلا مانع أن يصلي لنفسه، يقرأ من المصحف أو بركعات مقتصرة أو مما يحفظه من كتاب الله، فذلك مطلوب ويكون قد أتى ما عليه وأتى بما يكون سببا لكفارة ذنوبه ويكون قد قام رمضان، لأنه لا يشترط عليك أن تؤديها مع الجماعة إذا كنت مشغولا في بعض أمورك أثناء صلاة الناس. أيها المسلمون، وتعلمون أن الله عز وجل قد يسر في كثير من المساجد، ومنها مسجدنا هذا بقسم للنساء ومسجد للنساء يحضر النساء فيه لصلاة التراويح، وهذا أمر عظيم وأمر حسن، تشجع كثير من النساء ورغبن في الأجر وأتينا إلى بيوت الله حرصا منهن على أن يصلين مع الناس، يتقوى إيمانهن وتكثر حسناتهن، وهذا من فضل الله جل وعلا ومن رحمة الله
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كيف لا تفرح المرأة بكتاب الله جل وعلا وهي قائمة على قدميها وراء الإمام وهو يصلي بالناس، وهي في مسجد النساء تسمع الصلاة وتشارك مع عباد الله. ولكن نلفت النظر إلى أمر مهم وأمر عظيم، وهو أن من النساء من عكرت هذا الصفو وأوجدت ما يكبر هذا الأمر الحسن، فتأتي إلى الصلاة وتقف في الصلاة خاشعة وبناتها يلعبن في المسجد ويؤذين المصليات ويجرين بين الصفوف ويذهبن إلى دورات المياه ويرجعن بأرجل وسخة إلى فراش المسجد، وربما أتينا بالماء في قوارير ترش بعضهن بعضا ويجرين في المسجد بإزعاج كبير جدا. وربما جاءت المرأة بطفلها ربما يقول على فراش المسجد وتساهلت ولم تبال بتنظيفه. أيها الناس، من أحبت أن تأتي إلى بيت الله فتدع بناتها وأطفالها في منزلها، هذا هو المطلوب. أما أن تأتي إلى المسجد وتؤذي إماء الله وتؤذي بيت الله وتوسخ بيت الله، فلتعلم أنها آثمة، وأن من صلت على الفراش وقد اتسخ فإن أمة تلك الفتاة متحملة للإثم أن يصلي النساء على فراش قذر أو فراش نجس. هذه أذية لبيوت الله. من علمت من بناتها أنها مؤذية فلتجلس في بيتها عند بناتها وتصلي في بيتها وهي مأجورة على ذلك. ومن علم من الفتيات أنها مؤدبة فتصلي مع النساء أو أن تجلس أمام أمها أو على مقربة منها مؤدبة، فهذه لا تمنع، بل لا مانع أن تأتي وتتعلم وترى الخير وتتعود على أن ترى الخير والصلاة، هذا مطلوب. لكن الكلام على من علمت من بناتها أنهن مؤذيات فمثلها ينبغي أن تبقى في بيتها ولا تكون سببا لإيجاد الأذية على أخواتها المسلمات. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يعيننا وإياكم على طاعته وأن يغفر لنا ولكم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واقبل أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهد ضالنا وثبت مهتدينا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق المبين. اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم حبب بعضهم إلى بعض. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم افرج عنا ما نحن فيه عاجلا غير آجل على الوجه الذي يرضيك، والحمد لله رب العالمين.